انا عايز استاذنك ان احنا قبل اي حاجه نعرف الناس او تحديدا اللي مش عارف من الناس تفاصيل كره السرعه نعرفه ولو بايجاز كده، الرياضه دي عباره عن ايه، اصولها ايه، قوانينها ايه الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا رياضه كره السرعه دي رياضه مصريه صميمه ابتكرها المهندس محمد حسين لطفي في سنه 64 تقريبا. امال ايه حكايه الهند؟ لا هي مش الهند طبعا، لا مش هي اصلها هند. لا لا اصلها مصري طبعا. اوكي. مصري لا انا مخي راح للكبادي حاجه او تانية، انا ممكن اسف انا الكبادي. اللي اتلخبط. لا يا فندم، اوكي. الرياضه دي من ضمن العاب الكره والمضرب. اوكي. اول يعني اتحاد احنا اصحاب براءه اختراعها طبعا اصلا. طبعا اول اتحاد مصري انشئ سنه 1984، الاتحاد الدولي انشئ ال 85، العربي والافريقي انشئ 2007 و2011، وفي بقى يعني كمان انشئ اتحاد كمان اتحاد دولي للكره السريعه الدائريه، خد برضو منها حاجات برضو مصري برضو، او يعني شكل من مجموعه دول اللي شكلته مصر برضو هنا برعايه طب معالي الوزير. كون ان بلد المنشأ للرياضه دي هي مصر، هل ده معناه بالضروره وبالتبعيه ان مصر هي المسيطره والمهيمنه عالميا ولا مش شرط؟ لا احنا طبعا الحمد لله احنا مسيطرين على اللعب عالميا، نظرا ان احنا عندنا اقوى مهارات على مستوى العالم واقوى نشاط محلي على مستوى الدول او العالم. احنا كان عندنا بطوله في الغردقه، البطوله الاتحاد الدولي الجديد للكره السريعه الدائريه، كان فيها 22 دوله ممثله، اكثر من 300 لاعب ولاعبه. خليني اشرح لحضرتك اللعبه في عجاله قواعدها. او قواعد اللعبه في عجاله. احنا عندنا مراحل اللعبه بتنقسم لشقين، مرحله ناشئين ومرحله كبار. مرحله الناشئين بتبقى 9 و11 و13 و15، مرحله الكبار 17 و19 و21 والعمومي. اللعبه برضو فيها اكتر من 8 انواع لعب، في السولو اللاعب بيلعب لوحده بمفرده، ودي من مميزات اللعبه ان انت ممكن تمارسها في البيت لوحدك بدون منافس ليك، يعني بدون حد معاك، بيلعب مره بايده اليمين، مره بايده الشمال، مره بالمضربين امامي، مره بالمضربين خلفي. طبعا في زمن محدد للناشئين وزمن محدد للكبار. الناشئين ولازم في الزمن ده يحقق اكبر قدر اكبر من عدد الضربات. ممكن من الضربات عشان يطلع هو اول او ثاني او ثالث بناء على عدد الضربات اللي جابه. عندنا طبعا ده شق من مميزات اللعبه. عندنا شق اللي هو الفردي، الفردي اللي هو لاعب ضد لاعب او لاعيبه ضد لاعيبه. عندنا شق الزوجي اللي هو اتنين لعيبه ضد اتنين لعيبه، او ولد وبنت اللي هو المختلط الميكس، يعني ولد وبنت ضد ولد وبنت، أو بنتين قصاد أو بنتين قصاد بنتين. عندنا التتابع اللي هو القاطرة، أربع أولاد أو أربع بنات أو ولد وبنت، يعني ولدين وبنتين، كل واحد ضربة، كل واحد نص دقيقة من الأوضاع. أنا بقى إحنا أعرف عندنا أربع التتابع. أوضاع، عندنا ده هي من غير حاجة تخيل للي بيتابع، يعني حتى لا اللي بيلعب لوحده. هي طبعا أنا بشوف فيديوهات يا فندم حاجة مش طبيعية، ما هي من ضمن سرعة مميزاتها يعني حتى الواحد يشك. طب أنت شايف الكرة لاحق تشوفها أصلا إزاي؟ طبعا. لا احنا عندنا دلوقتي أرقام قياسية كبيرة، وصلنا لحضرتك، وصلنا لثلاث ضربات في الثانية، ثلاث ضربات في الثانية، دخلنا خلاص في ثلاث ضربات في الثانية. اللي في لعيبة في البطولة الأخيرة بتاع امبارح ديت قربوا من ثلاث ضربات في الثانية، قعدت 170 ضربة في ليه بتبقى سرعة الكورة قد إيه عشان يبقى في ثلاث ضربات في الثانية واحدة؟ ما أنا بقول لك إحنا جبنا يعني في بطولة الجمهورية امبارح في لعيبة جايبة 168 ضربة لو حضرتك في الدقيقة، لو قسمتهم على 60 ثانية هيطلع 2.8 من 10 ثانية، فداخلين على 3 ضربات في الثانية. عايز أقول إن علي كلاي لما عملوا له المقياس الأخير بتاعه قبل التعب بتاعه عمل 3 ضربات في الثانية جينيس، ودخل حاجات كبيرة. لا إحنا عندنا تخيل قطر أو دايرة الكورة 3 متر، دايرة الكرة 3 متر، الكرة بتروح وترجع وتروح وترجع 3 ضربات في الثانية. فطبعا عندنا اللعبة دلوقتي دخلت في مهارات عالية جدا جدا جدا، وده بيرجع طبعا لاهتمام المسؤولين بتوعنا من أول معالي الوزير لحد آخر عنصر في المنظومة. الاتحاد المصري برئاسة النائب محمد الخطيب يعني لا يألو جهدا في توفير كل السبل لرفع المهارات لا يعلو جهدا في ظل المتاح.